تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية. موعدكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. الفرنسي بيتر هانسن يعزز صدارته لرالي داكار بنهاية المرحلة الخامسة. النصر والاتحاد والوحدة والاتفاق والباطن يفشلون في الحصول على شهادة الكفاءة المالية. أبها ينتصر والفيصلي يتراجع، والتعادل السلبي يسيطر على مواجهة الشرائع. ثلاث مواجهات غدا تستكمل بها مباريات الجولة 12. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو ماجد تواجر. أبو تركي هلا وسهلا فيك. هلا والله بوجود الله يعدي ذي الحلقة على خير. أنت شايف من قبل الهواء وهو يستفز. لا 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 ابتهد الأمور. ها؟ ابتهد الأمور. أبو نايف؟ حلقة يوم خميس خلونا نعديها على خير يا شباب. ما أدري إيش تتكلم عليه يعني بصراحة. طيب أوكي. يعني على طول أول أحسن واحد يبيع في اللفة أبو نايف. أبو نايف أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا فيك والأخوة المشاهدين وأبو تركي. أهلا وسهلا. في الغالب منصور. أبو منصور مناف بوشقير هلا وسهلا فيك. هلا فيك أبو جود وهلا أبو نايف وأبو تركي، وإن شاء الله حلقة مميزة بحضور المميزين أمثالك يا حبيبي. هلا وسهلا. كيف البر أبو نايف؟ 10 على 10 أبو جود. 10 على 10 قسما بالله. بس يعني دواء 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 علاج. ها دواء وش علاج؟ بس لقاح وما حد خرب عليك إلا كورة. لقاح الضغط النفسي بس، وكورة تستاهل والمشاهدين كيف يستاهلوا. الأجواء بس يعني زي ما يقول أمطار خير وبركة وحقيقة يعني شيء يرد الروح. نعمة عسى الله يغيرها علينا إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله. قولوا ما شاء الله ما شاء الله. الله يهنيك. الخاوي أنا وياك بعد الحلقة يقول بيروح. أنت حتى حق مدن أنت بحق بران. ما قد دقت كبسة في البر حقتي. طيب خلونا نبدأ الحلقة في شغلتنا. طبعا العنوان رئيس الكفاءة المالية، حنتكلم عن الكفاءة المالية. بس بقول شيء شفته اليومين في تويتر عشان تكلمت عنه قبل فترة وبرجع عيد الحين. لما الناس تطلع تغريدات لأي أحد أخذ منصب رياضي، بعيد كلام قلته من فترة، لا يمكن تجيب أي أحد في منصب رياضي ما له ميول، واللي ما له ميول هذا ما يفهم كورة، وأحسن لك وأبرك لك إنه ما يقرب. قولا واحدا، انت بتجيب واحد لازم يفهم كوره، واللي يفهم كوره عنده ميول. تويتر يغلب عليه الاستفزاز والطقطقه في التغريدات، وكل واحد معرض انه يكون عنده تغريدات تصل الى مرحله التجاوز. ما هي مقبوله بس تصل الى مرحله التجاوز. اطلب من اي احد يعني يترشح المنصب، اكيد هو يعرف قبلها، خذ لك فرة على حسابك، مسح شيل، أو اكتب تغريدة يا أخوان أي شيء في ذا الحساب قبل هاليوم ترى كان مجرد كذا وكذا كذا، وأنا اليوم ببدأ صفحة جديدة عشان تريح راسك. بس عشان تريح راسك وتريح الناس وتحسس الناس أنك أنت جاد في فتح صفحة جديدة، يعني تعطيهم انطباع أنه ترى اللي سويته غلط مو كويس ولا ببدأ صفحة جديدة. أما تجلس كذا تتهشتك بس. مسح التغريدات مش حل بوجود، لأنه الناس اوريدي مصورتها، ما يخلق الناس اوريدي. أنت بس عطني أنت كامل عنك، عطني أنت انطباع أنك أنت أعلن التوبة وبس. لا التوبة من وشو؟ أنه أنا الآن ببدأ صفحة جديدة. أيوة أنت عطني بس إحساس أنك أنت يعني متراجع عن التغريدات اللي صارت. جميل حلو. نتكلم عن الكفاءة المالية. نقرأ الخبر الصحفي. اعتمدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، اسمحونا نقرأ طويل شوي بس عاد لازم نقرأ.
باجتماعها اليوم الذي عقد اليوم الخميس 23/5/1442 الموافق 7/1/2021 القرارات الخاصة باستحقاق شهادات الكفاءة المالية لأندية الدوري الكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد دراسة كافة المستندات المقدمة من الأندية والخاصة بالالتزامات المالية مستحقة السداد حتى 30 أكتوبر 2020 ضمن نشاط كرة القدم، والواجب تقديم المستندات الوفاء بها حتى 31 ديسمبر 2020، حيث تضمنت هذه الالتزامات البنود التالية: مستحقات اللاعبين، مستحقات الأندية الرياضية، مقدمات عقود موظفين ومدربين، رواتب لاعبين وموظفين ومدربين، وكفاءات مستحقة. وبناء على ما سبق فقد قررت اللجنة واستنادا إلى المادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية الموافقة على منح شهادة الكفاءة المالية للأندية ضمك، الفتح، العين، القادسية، الفيصلي، أبها، التعاون، الرائد، الشباب، الأهلي، الهلال. كما قررت اللجنة عدم منح الشهادة لأندية الباطن، الاتفاق، الوحدة، الاتحاد، النصر بسبب عدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة. وأوضحت اللجنة أنه استنادا إلى المادة 22 من اللائحة فإنه يحق للأندية طلب إعادة النظر في هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام فقط من تاريخ إخطارها به، مع التأكيد بأن اللجنة ستواصل العمل مع كافة الأندية الرياضية حسب ما هو مخطط له ومنصوص عليه في لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بمتابعة شهرية مستمرة. ولجنة الكفاءة المالية تود بهذه المناسبة أن تعرب عن شكرها وتقديرها لكافة الأندية ومسؤوليها على اهتمامهم وتعاونهم الكبير في تقديم كل المستندات اللازمة لأجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية من أجل مستقبل مالي مستدام للوصول لأفضل ممارسات الحوكمة المالية بما يضمن استقرار إداراتها ماليا وتنظيميا. الجمهور اليوم في ناس ما عجبتهم النتائج، فأنا أقول شغلة قلت أمس وعيدها اليوم: النادي اللي يعتقد أنه هذه القرارات غير منصفة له عنده إمكانية أنه يعترض عليها خلال 3 أيام، وبإمكانه أن يعبر عن اعتراضه عليها من خلال بيان أو من تغريدة من الرئيس أو شيء. النادي اللي بيسكت وما يكون لأي رد أو اعتراض بحسب اللوائح معناته هو مقتنع بأخطائه وبتقصيره. يعني الجمهور إذا تبغى تزعل ازعل على إدارة ناديك إذا عندك زعل، لأنه الجماعة قاعدين يقولون اللي يبغى يعترض عنده 3 أيام، اللي ما حيعترض معناته متدبس. لا، معناته أنه أكيد متدبس، صحيح. إنه هذا الشغل مضبوط وما عنده عليه أي خلاف. ماجد ابدا معك. طيب شوف، اول شيء خلنا يعني انا باخذها جانب يعني معلومه وجانب تنويري للجمهور اللي انت قلت عليه بصفه عامه للانديه ككل، لكن بتحدث تحديدا في المقدمه عن النصر. وجود في مثل يقول مد رجولك على قد الحافك. اوكي، وانا ذكرت اليوم وانا اشاهد النصر وهو يغرق بالديون وله قادر يسجل في الفترة الشتوية، تذكرت كحيلان الله يذكره بالخير وهو في كل مرة يطلع سواء عن طريق الناقل الرسمي ولا عن طريق كورة ولا عن طريق أي برنامج آخر ويقول سنسجل ونسجل ونسجل، ولما تجي فترة الانتقالات كحيلان بالفعل يسجل. ليش أنا قلت هذا الكلام؟ لأنه النصر بحاجة إلى شخصية قادرة ماليا وقادرة إداريا من هذا النوع. يعني لما أنت تجي قبل فترة التسجيل بيومين 3 وعندك فوق 20 مليون مثلا ديون على سبيل المثال وتتحدى وتقول سنسجل ونسجل ونسجل وتجي في النهاية تسجل، ولا مرة مع إدارة كحيلان حرم النصر من التسجيل. طيب. أوكي؟ هذا يعني نقطة تخلينا نرجع نقول النصر بحاجة إلى واحد من شخصية كحيلان أو السويلم. أرجع على موضوع، شوف لما يجي عبد الله كابوها رئيس اللجنة الكفاءة المالية ويقول النصر كان عنده 121 مليون، يا ساتر، 121 مليون ديون خفضت بعمل الكفاءة المالية ذي لجنة الكفاءة المالية إلى 76. الاتحاد كان عنده 67 خفضت إلى 52. الوحدة لغز. حاتم خزيان في لقاء معي في الرياضية يقول سلمت النادي وفي خزينة النادي فائض 16 مليون.
ترى حاتم مو من 10 سنين، تقريبا موسمين أو موسم ونص، 19 مليون لغز محير. الرجل غادر بعد ما على كلامه هو، بعد ما بنى وعمل ومعسكر وصارت حديد وكل شيء، وغادر والخزينة فيها 16 مليون. اليوم الديون 19، الاتفاق 19، الباطن 19. أوكي، برضو يقول لك عبد الله كابوها أنه النصر هو النادي الوحيد اللي تقدم بطلب تأجيل الإعلان ورفض هذا الطلب. أوكي، أيضا لازم نعطي انطباع للمشاهد، ترى لا يعني الأندية ذي اللي حصلت على الشهادة بوجود لا يعني أنها زيرو من الديون، لا، عندها ديون، لكن هذه الديون مجدولة. الأهم بالنسبة للمشاهد أيضا، إذا لم مثلا الهلال عنده ديون، إذا لم يسدد الهلال في نفس التوقيت المجدول إيش يصير له؟ غرامة، هذا عقاب رقم واحد. إذا أعطى معلومة غير دقيقة تسحب الشهادة، الشهادة دي منه. طيب، هذه تسحب منه. أوكي، برضو نقول للمشاهد، لحظة شوي، احنا ما نبغى نتكلم عن الهلال تحديدا، لا، كل الأندية اللي كلهم عليهم ديون ما يخالف، وكلهم مجدولة ديونهم ما يخالف. أوكي، وش هالعقوبة؟ ترى ماني بعبد الله كبوها، بس أبعلمك. لا يا أخي، تبغى تبينا ناخذ نعطي معك ولا خليك تسولف بحالك؟ لا، أعلمك وش. لا، أنت تبغى تسولف بحالك وتبينا ناخذ نعطي معك؟ لا، بسولف أنا وياك. طيب، يلا الحين غرامة، وإذا أعطى معلومات غلط سحبت الرخصة. إيه، سحبت شهادة الكفاءة المالية. أوكي، السؤال المهم، اللعيبة اللي أنت سجلتهم، اللي أنت سجلتهم بناء على الرخصة في أول مرة، إيه، يبقون معك إذا سحبنا منك الرخصة؟ ما عندي معلومة، بس أتوقع يعني ما لها علاقة. يعني أنا وش أقول لك الحين، أنا إذا النادي ما أوفى تغرم وكم الغرامة وتسحب الرخصة، شو سوي فيك؟ سحبت الرخصة ولا خليت؟ أنا سجلت لعيب، أنا الحين تركي أخذت الشهادة الحين منك، حطيتها عندي وعطيت سؤال جميل، وعطيت وعود الخلق الله، حلو، وبعد ما أسجل اللعيبة اللي أبيهم، أوكي، أقول يلا ليش بيصير غرامة بدفعها رخصة، شكرا جزيلا، أنا خذ رخصتك اللي أعطيتني إياها، أنا خلصت اللعيبة اللي أبغى أسجلهم أسجلهم، إيش أسوي مع النادي اللي ما يكون أوفى بالجدولة؟ سؤال في محل مية. أيوة، بس غرامة وتسحب رخصة، خذ الرخصة، لا سجلت لعبة ما عاد بيها. تحت الهواء نسوي ألو نستفسر ونجيب، لازم نعرف لأنه هذا سؤال مهم. صحيح، أنت تشوف، أنت سؤال، أنت تشوف سؤال منطقي، أنت تشوف أنه سحب الرخصة عقوبة؟ لا، بعد ما أكون خلصت التسجيل أنا قضيت، لا لا، حطيت اللعبة عندي خزن، كأني خدعتك أصلا، كأني خدعتك فعليا. خلينا نقول برضو للمشاهد وش الأشياء اللي أنت لازم تعملها عشان تحصل على الكفاءة المالية. تسديد مستحقات اللاعبين، تسديد مستحقات الأندية اللي تطلبك دراهم، مقدمات وعقود الموظفين والمدربين، رواتب اللاعبين والموظفين، والمكافآت المستحقة. أيه، أنا بالنسبة لي المكافآت المستحقة أحط تحتها 1000 خط. يعني أنا أقول أصلاً هذا الموضوع يفترض أنه ينتهي، يفترض انه مسجله في العقود. طيب، انا اقول لك يفترض انه ينتهي، يعني خلاص اللاعبين قاعدين يا وجود على اساس اننا نحافظ على ما يصير في هدر مالي مبالغ فيه. اللاعب اذا جاب بطوله، ليش انا اروح اعطي 600,000 ولا 700,000 مكافئات لكل لاعب او اقل او اكثر؟ يا اخي في النهايه اللاعب قاعد يستلم راتب شهري وقاعد يستلم مقدم عقد. انا اتمنى من الانديه سؤال انت ما تبيني اصير رئيس نادي ابد. لا 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 لا، ابغى اسالك سؤال. واحد زي كاريلو او واحد زي حمد الله، عشان نجيب هلال ونصره، وتعرف ناس جالسين حساسين، اي تعطيه مكافاه اذا قال لك بتجيب اسيا وانت رئيس نادي؟ بيني وبينه عقد، ما يخالف، هو الحين قاعد ياخذ مخباتك وقاعد يقول لك في العقد. أيوه، قال لك حط لي في العقد بنت اذا جبت لك اسيا انا اخذ 10 ريال. يا اخي انت تعطيه مقدم عقد وتعطيه راتب شهري، ما يخالف، جاء قال لك في المفاوضات الحين انا عارف انك قاعد تعطيه عقد وتعطيه حط لك بند، قال لك يا ماجد يا رئيس نادي الهلال ترى انا ابي اجيب لك اسيا. أوكي، واذا جبت اسيا ترى انا ابي 10 ريال. انت الحين ما بعد صرفت العشرة، يعني انت تنتظر يجيب اسيا، واسيا كانت هي هدفك الاول، تعطيه ولا ما تعطيه؟
تغطي. طيب شكرا جزيلا، أجل لا تلغيها هذه من الكفاءة المالية. صحيح يعني في لعيبة يقول لك هذه أصعب شيء عندك، هذه أصعب شيء عندك أنا أجيبها لك، وش لي فوق العقد؟ أوكي. واحد زي كاريلو أنا قلتها من مباراة أوراوا، لو كاريلو ضرب الباب قال يا هلالي ما عاد بكمل معاكم، أنا بالنسبة لي كاريلو حل العقدة في مباراتين أوراوا ذيك. عندك شيء تضيفه؟ لا بس أنا شخصيا كنت أتصور إلى ما قبل الإعلان اليوم في المؤتمر، كنت أتصور أنه أكثر نادي يسبح غرقان ميت في الديون هو نادي الاتحاد. بالنسبة كنت أدري أن النصر من قبل لن يحصل على الشهادة، وعندي معلومات مؤكدة، بس صدمني الرقم اللي النصر يعني مترتب طيب عليه. يعني لازم صاحب القرار في النصر أنه يعني لا تكشخ، أوكي؟ يعني أنت لا تكشخ في شيء أنت ما تقدر عليه، يعني لا تلبس ثوب مو بثوبك، خل في توازن، لأنه في النهاية أنت لابد أنك أنت الحين لما تقول هذا الكلام أنت قاعد تنتقد، ترك أنت قاعد تجرح. أنتقد؟ لا أنت قاعد تجرح. شلون بسوي مو بثوب؟ أنا هذه مو بالتزامات، حلو؟ أوكي. في اعتراض ثلاث أيام يمكن يا أخي أنا أقدم اعتراض وأقدر أسجل ويطلع الثوب قدي. إذا طلع الثوب قدي قلنا لك سوري. لا تقول سوري، ما شاء الله عليك تجلد خلق الله وتطلع ثانية وتقول سوري، سويها سوري. لا من الأول خل الانتقاد خفيف على على النفوس. لازم تلبس ثوب قدك، ترى اذا صار طويل بتتخطرف وتطيح. ترى هذا يشمل الانديه، يشمل الانديه ويشمل النقاد. ايه صح، انا عمري ما البس ثوب مو بثوبي. طيب انت بعد حتى من الثوب القصير. طيب ابو واحد يسالني يقول ايش رايك في الكفاءه الماليه؟ سالني انا شخصيا، انا مع الكفاءه الماليه، شهاده الكفاءه الماليه مره ومرتين وعشر مرات، انا مع التنظيم المالي للانديه، لازم الامور تتنظم مو مره واحده، عشر مرات، مع أنه يكون في كفاءة مالية وترتيب مالي للمصروفات وللمداخيل لكل الأندية، ويكون في ضبط وما في استثناءات ويطبق كل فترة، لأنه مو معقولة كل مرة الدولة تروح تتدخل وتشيل الشيلة. قول لي يا أبو نايف إيش رأيك؟ طبعا بوجود بكررها مرة ثانية، الكفاءة المالية قرار أكثر من رائع وتأخر كثير، المفروض أنها من زمان والناس تتكلم عنه وتقول كيف الديون هذه تتضاعف فجأة، ومن مين ومن المسؤول، والإشكالية ذيك الأيام ما ندري من المسؤول. أي من يتحملها؟ ما ندري من المسؤول، يعني في المشكلة ذيك الأيام جت فترة من الفترات الكل يوقع بوجود على النادي، يعني ما في شخص مسؤول هو اللي معروف إنه يوقع. اللي بسمع. تلاقي حق الدرجات السنية يوقع مع مدربين، يوقع مع سواقين، يوقع مع إداريين، تجي الفريق الأول نفس الحكاية، تجي اللي جوا الأمانة وما الأمانة يحط موظفين، والرواتب عاد أنتو كرمك، أنت كريم وأنا أستاهل بالأسلوب هذا، ما في أي تقنين. الآن فعلا يعني إذا استمرينا هذا أول العلاجات على الأقل الحد. طبعا أنا ما أغفل أني وأكررها مرة ثانية أتكلم أنا ضد التوقيت أنه قبل شيء تكلمت فيها وبحنين جاء نفس الحكاية تكلم، التوقيت أنا ضده، لأن خلال شهرين فجأة كذا في قبل التسجيل تقول والله الكفاءة المالية، لا أنا كنت أتمنى أنه الآن ترى معكم القوانين اللي سنوها في البداية، الحوكمة المالية والإدارية كانت أكثر من رائعة، اللي هي أن المدربين وما تبعد المدربين وإنهاء العقود المدربين يجب أن تحملها النادي، والعقوبات اللي على الرئيس والعقوبات على اللاعبين، هذه فيها حد فعلا من أن الديون ما تزيد. ولكني أنا أبلغ النادي أقول ترى إحنا بداية الصيف يلا رتب وضعك، روح تكلم مع خلينا نقول المستحقين للأموال، جدول معاهم، روح أنت تسوي تسوية معاهم، سوي جدول أيا كان أو سدد معهم، لذلك انتبه على الموضوع هذا لنهاية السنة. أما فجأة في التوقيت هذا بالتأكيد أنها بتصير لخبطة على الأندية، 100% بتصير لخبطة على الأندية، وخلال برضو ثلاثة أيام نفس الحكاية. الشيء الآخر بصراحة أنا أعتبرها اللي قاعد يصير اليوم قرصة تذل للأندية، بس أتمنى احنا 7 يناير أتمنى الاستمرارية في القرار هذا. شوف أتمنى الاستمرارية، أتمنى الاستمرارية، ما أبغاها بس في وقت واحد وقتين ثم تختفي،
مهم جدا الاستمرارية إذا إحنا فعلا نبغى حوكمة مالية صحيحة. الآن فعلا في إيقاف الهدر المالي، أنا أبغى أشوفها في الجانب الإيجابي برضه. أقول مثلا النصر عليه 121 مليون، الآن كم وصل؟ 76، معناها سدد خلال شهر 45 مليون، سدد خلال شهر 45 مليون. تجي للاتحاد سدد خلال شهر 15 مليون، تجي للوحدة 7 مليون، الاتفاق 7 مليون، 4 مليون بالنسبة للتناسب. معناها أنك أنت الآن النصر عندك 76 مليون، لا تشتري. أنا أتكلم على حالة النصر مثلا كمثال، لا تشتري. أنت شريت فترة صيفية 12 لاعب، خدت فترة الصيف وفترة الشتاء وفترة السنة الجاية. أنت الآن حافظ على المكتسبات، ولكني أنتقل للجهة الثانية وأقول طيب، مو إحنا نتكلم مع رؤساء الأندية والوزارة تتكلم وتقول المسؤولية التضامنية وأنك ما راح تبعد عن النادي ولا تترك النادي لما تسدد الديون؟ يعني معقولة رؤساء الأندية هذولي اللي 121 مليون 67 مليون يدري أن عنده 67 مليون ويقدر ينام؟ هو عارف ما يطلع من ذا النادي ولا يقفله إلا هو دافعها وهو مسؤول عنها. كيف وقعت؟ شوف، لا انت في شيء ما فيها بكيفه. لا 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 لا, 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 لا معليش معليش، انا مو شرط انك تنام الشخص ولا هذا انا مو شرط انك تنام وتنام. انت رجال، فتحنا باب انتخابات، طيب جيت اعطيتنا ملفك وقدمت الرئاسه، طيب قلنا لك وقع على هالورقه، تنام ما تنام مو بشغلي، انت اللي جيت برجليك. هي انا اقول لك هذه النوم خلينا نسمونها كنايه، يعني انت كيف ترتاح اساسا وعندك 121 مليون وتدري ان عليك هالديون كلها؟ انت عارف ايش السبب اللي فيه قاعد يصير؟ إيه؟ انا بقول لك سبب، قلت كررت اكثر من مره. وشو الاشكاليه؟ هي وجود لما يصير صاحب القرار لا يتحمل المسؤوليه. هذا مهم جدا، خذها من جماهير، خذها من اعضاء شرف، خذها من اي إن كان. احنا لما نتكلم عن الضغوطات، طيب تجي ضغوطات من جمهور على رئيس نادي، تجي جمهور على ضغوطات خلينا من رئيس النصر شارف. خلينا بحاله النصر، قصدك مثلا زي قالت فيتوريا واستغناء عن احمد موسى، تحملهم هو، وش دخلنا؟ من اللي تحملها؟ انا بالنسبه لي كرئيس نادي وادري علي الديون هذا، كل شفاف مع من اللي قال لي عشان شيلهم؟ من اللي بيتحملهم؟ انا اصلا بالنسبه لي الان انا دفعت، انا عندي انا كرئيس نادي مزبوط ولا، واعرف الموازنه الماليه عندي، واعرف الدخولات، واعرف خلينا نقول انا ادري على اكثر من نادي عقود الرعايه هذه ما تجيهم، عنده مشكله فيها. الان الجماهير بدخل الجماهير برضه ما يجيهم. طب انا عندي المدرب، وانا هذا الكلام، انا قصدي من اللي اقال المدرب؟ من اللي ضغط على المدرب؟ انت الرئيس، انت اللي اقلته. انا قصدي هذه، لذلك انا ليش اقول لك، ليش اقول لك الكفاءه الماليه هذه ممتازه. تذكر يا اخي انت ما خلينا في مثال النصر قبل ما اروح مناف، خلينا في مثال النصر. انا ما تكلمت لك عن في النصر في التاريخ انه في عندهم اعضاء شرف بس شغلتهم يزنون، بعضهم مو كلهم، عشان نحط تحتها 100 خط، بعضهم شغلتهم يزنون. يا اخي كلمك واحد من ذولي، ابشر اقيل وقيل الجهاز الفني، كم تدفع؟ لا مو بدافع كله، كم تدفع بس قل له كذا، والله ما عاد يدق عليك. طيب ولا عاد يغرد التغريده، ولا عاد يتصل عليك، خلاص يرتاح. طيب تسمع كلام الناس وتجي تقول انقذوني، تحملها. مو عشان الكلام هذا قلت لك لما يكون صاحب القرار لا يتحمل المسؤوليه، هذه اشكاليه. لما يكون صاحب القرار لا يتحمل المسؤولية، صاحب القرار لا يتحمل المسؤولية. أنت صاحب المسؤولية خلك أهل للمسؤولية، أنت صاحب المسؤولية. أنت تقصد عضو الشرف، عضو الشرف اللي يأخذ لك القرار ويروح يخليه، لا ويترك ويروح، ممكن يقدم استقالته ويمشي ويختفي، يقفل جوالاته، يجيب لك لاعبين الدنيا كلهم لك، وبعدين في النهاية تجي عليك أنت وانت ثق فيه. بس في تنظيم الحين في تنظيم. أيوة، من الوزارة متى جاء التنظيم هذا يا بوجود؟ من شهرين يمكن. طيب انا قصدي انا على اساس كذا نقول لك ال 121 مليون هذه، هل هي خلال الموسم هذا فقط ولا قبل 10 مواسم؟ لا اللي قبل 4 مواسم. لحظه شوي، اللي قبل مواسم هذه ما سددتها الدوله؟ مو انا قصدي على اساس كذا احنا بالنسبه لنا نقول نبغى تفصيل. والله العظيم انا امس حكيت في هالموضوع نبغى تفصيل، وانا عارف انه حتطرح مثل هذه الاسئله، يعني صدق سؤالك في محله. احنا نبغى نعرف مثلا في حاله زي النصر والاتحاد، النصر 76 والاتحاد كم؟ 50 52. طب احنا نبغى نعرف 52 اللي على الاتحاد و76 على النصر من قبل، هل هي لحظه شوي، هل هي هذا الموسم ولا من قبل؟ اذا من قبل احنا نعرف كلنا. ايوه متى ما تصفير، انه في تصفير تام للديون من الدوله، صح ولا لا؟ صح. لا لا بس في نواحي مهمه، صح
لا 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 مو بصح. لا مو بصح. في مدربين ولاعبين أندية من ضمنهم النصر والاتحاد مقدمين عليك شكاوي وصادر فيها قرار أنت ما بعد سددتها. بعضها قديمة جدا ترى. اللي سددها ها؟ اللي سددها ما تسدد يا اخي لحظه من شوي. من اللي ما سددها؟ من بسم الله من اللي ما سددها؟ على سبيل المثال النصر والاتحاد عندهم قضايا قديمه في الفيفا في الفيفا الى الان ما سددها. يا ماجد احنا مو من سنتين انرفع او سنه ونص يعني انا ما اذكر التوقيت بس عشان نكون دقيقين اوكي ورفعت انه الدوله سددت عن الانديه صحيح صح ولا لا؟ صحيح بس طيب. في قضايا كانت معلقه قضايا اللاعبين ومدربين سابقين في المعسكرات ما صدر فيها احكام صدر فيها احكام لاحقا طيب واحنا عشان كذا ولا زالت موجوده طيب مو عشان كذا يا حبيبي يا ماجد احنا نتمنى يكون في تفصيل يعني انا ابغى افهم مثلا 76 مليون الان على النصر كذا و50 مليون على الاتحاد يا ريت كرما بس من اللجنه اللي ادت عمل عظيم تحط بيان الحاقي بالتفصيل والله 76 اللي على النصر هي القضية فلانية والقضية فلانية والقضية فلانية ونعرف بتواريخها وخلاص الاتحاد هي كذا 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 عشان احنا نعرف صح حلو ويلحق مع هذا السؤال سؤال لطيف اللي سألناه قبل شوي إذا النادي خلص وسجل وسوى اللي يبيه من هالرخصة سحبك لهالرخصة وش قيمته ما له أي قيمة صحيح هل في عقوبة أخرى ولا لا مناف عندك التعليق والله شوف يا أبو جود حقيقة الكلام في الموضوع ده يعني أنا بميل نوعا ما شوية لأبو نايف أتكلمنا فيها في المرة الماضية التوقيت في الوقت الحالي هل التوقيت المناسب أن تصدر الحوكمة أو الهدر المالي في الوقت الحالي طيب إذا كان مثلا في قرارات أنه حيكون بنفس المواضيع أو القرارات اللي صدرت الآن اللي هو الحوكمة ومن اللي يقدر يسجل ومن اللي ما يقدر أمور كثيرة موضوع حتى المدربين انه مثلا اذا انت تبي تلغي عقد مدرب او شيء مثلا جاء في وسط يعني ان الدور الاول نتكلم هل المفروض هذه الامور بفتره الفتره الماضيه اللي كان فيها توقف كبير ما يكون في عليها دراسه ويكون في بدايه الموسم تكون صادره القرارات دي على اساس يكون في بعض الانديه تتخذ قرارات خاصه في موضوع المدربين عشان لا يكون في تحميل او حمل كبير على النادي التوقيت نوعا ما أنا بالنسبة لي طبعا هم أدرى بالأمور هذه لكن أنا بالنسبة لي أحس وأشعر أنه ما هو الوقت المناسب اللي يعني صدرت فيه وخاصة أنه في بعض الأندية تتحمل يعني ديون سابقة كبيرة لكن بشكل عام التنظيم المالي الإنصاف لدى الأندية يعني بشكل كبير يعني هذه أمور جدا مهمة لا تنسى أنه في رواتب للاعبين كثيرة يعني أنا بذكر موقف مثلا سار لي أنا آخر سنة اللي وقفت فيها مثلا كورة كانت عندي متأخرات تقريبا حق 3 دفعة فكنت أتكلم مع المسؤول في الفريق فقلت له أنا عندي متأخرات وهم جابوا لاعب وعطوه حقه لاعب جديد فقلت له معليش يعني أنا دفع 3 دفعة ما استلمتها قال لي معليش أنت ولد النادي تحمل أوكي أنا ولد النادي أتحمل طب هل في القرارات هذه لو كانت موجودة الآن هل كان حيقدر يقول لي الكلام ده أنا متأكد تماما ما حيقدر يقول فهنا في إنصاف للاعبين للعاملين للجهاز الفني لكل الموجودين في النادي لكن عندي قناعة تامة أنت قلتها قبل كده يا أبو جود أي رئيس نادي كائن من يكون أنا تقدمت وبأمسك النادي لابد أن يكون عندي أنا شيك أنا هذا اللي حقدم أما أني أجي وحمل النادي ديون يعني فوق استطاعة النادي وأجيب لعيبة بمبالغ جدا عالية ولما يجي مثلا وقت الحسم أو شيء أتمنع من تسجيل أتمنع مثلا من رخصة آسيوية ولا أتمنع من أي شيء طبعا في النادي حيتضرر النادي بشكل كبير يجي الجمهور يحطوا الإدارة تحت ضغط كبير أنا أعرف رؤساء أندية أقالوا أو عفوا يعني أبعدوا لاعبين من النادي بسبب ضغط هاشتاقات في تويتر فهذه مشكلة كبيرة أبو جود لما تيجي تتكلم فيها لكن التنظيم بشكل عام له منصف للجميع وأنا مؤيد تماما لكن أنا أختلف نوعا ما فهو في التوقيت اللي ممكن حط بعض الأندية تحت ضغط كبير وما قدروا أنهم يتصرفوا لأنه ما عندهم مداخيل أنا بروح لنقطة أتكلم فيها ماجد قال أنه يعني في هدر للاعبين من ناحية المكافآت أنا ما أتفق معه حقيقة من ناحية ذي مع احترامي لأبو تركي خلينا نتكلم بالمنطق انا كيف احفز اللاعبين كيف اعطيهم يعني تحفيز انهم يدخلوا بطولات كبيره نتكلم مثلا عن الهلال وصل في البطوله الاسيويه مثلا لنهاية اسيا انا كيف احفز اللاعبين انهم اقول له والله انت عندك راتبك بالمنطق ما تيجي
روح للشركات الكبيرة، للدوائر الكبيرة بشكل كبير، الشركات ولا يعني الشركات الكبيرة أو البنوك أو شيء، تلاقي المدير الكبير في البنك ولا شيء نهاية السنة تلاقي عنده بونس، تلاقي عنده هو تحفيز في النهاية ليه؟ لشيء قدمه خلال موسم كامل. فأنا لما أشوف اللاعب ذا قدم واجتهد وفي النهاية يكون بينه وبينه عقد، فهي في النهاية برضو إنصاف للاعب نفسه. أنا أتكلم طبعا بشكل عام للموضوع اللي أتكلم فيه ماجد، لكن حقيقة أنا أتفق معاهم في التنظيم المالي، لأنه حقيقة بعض الأندية تحمل نفسها فوق ما لا تستطيع. اقنعني كثير ترى، اقنعني كثير فعلا. يعني هو جاب مثال أبو منصور على موضوع الشركات. يعني أنا كنت يوم من الأيام موظف في STC قبل عدة أشهر، فعلا في نهاية السنة يتم تقييم، والحمد لله دائما أخذ خمسة، يعني أخذ الدرجة الكاملة. زين، يعطونك مثلا 4 رواتب 5 رواتب 6 رواتب حسب، وقس عليها أيضا زي ما قال أبو منصور الرئيس التنفيذي مثلا للشركة نفسها، تلاقي البونس حقه يعني ممكن يطلعك حياة ثانية، يخليك إنسان ثاني، يخليك تمتلك قصر، خليك ما شاء الله ما سميت. أنا أقول لك يعني توصل عندنا النواب إلى أرقام، الرئيس والنواب إلى أرقام خيالية، يعني ممكن تنقل حياتك وتحول حياتك 180 درجة. فعلا أقنعني، وإنت قبل كذا أقنعتني، لكن فعلا الموضوع أنه كيف تحفز اللاعب. خلاص الراتب هو عارف أنه حطه في الجيب نهاية الشهر. وجود فيه في نقطة برضو أتمنى تكون عقبة، نقطة تالية للي قاعد يصير، الجمعية العمومية. أنا عارف إنه شيء يعني صعب، بس زي الأسئلة اللي نسألها هذه، يفترض عضو جمعية عمومية يسألها للإدارات الأندية، يحاسبه على الأشياء المالية اللي قاعدة تصير هذه. ترى هذا مهم، مش الأسئلة هذه اللي قاعد يسألها الجمهور، الإعلام اللي قاعد يسألها، المفروض إن في أشخاص في الجمعية العمومية هم اللي يسألونها، أو مقتنع اقتناع كامل أن الجمعية العمومية أصلا مغيبة في كل مكان، حتى في الاتحاد السعودي مغيبة. ولكن نتمنى يفرض برضو أن أعضاء الجمعية العمومية يسألون الأسئلة هذه، من أين يعني من أين لك هذا لما تجيب اللاعبين، كيف بالطريقة اللي جبتها، كيف، والنادي هل بيتحملها النادي في المستقبل أو لا، هل تقدر تغطيها أو لا. عندكم شيء تضيفونه في هالملف؟ لا لا، بس عن طريق الواتساب مناف يتغزل فيني أقول له شكرا. ما عندي سر. إيش اسمه ذاك اللي بالمسرحية؟ موجود على 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 فكرة على 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 على, على, على الكلام اللي قلته أنت، يوم تقول أنت تويتر وما تويتر يمسحون تغريداتهم. برضو في ترى كان في موقف جميل جدا من لجنة المنشطات لما قالت أحد الأعضاء اللي كان اسمه الغبيل او زي كذا. روح 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 في 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 روح للنقطه مباشره. لا لا انا بتكلم بشكل عام. اي لا 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 ابغى بشكل خاص. بتكلم بشكل عام. الرجل هذا وانا مع القرار تبعه انهم في اكثر من مره صار يستفز جمهور الهلال، واللجنه قالت انك تهيج الجماهير، ولانك اصلا ما انت في وظيفه عاديه، انت في وظيفه تمس لعبه. فبوجود انا ضد انك تجي تقول لي والله الشخص هذا ميول لك ميول، بس في فرق بين الميول والتعصب والإساءة والعنصرية، في فرق كبير جدا جدا جدا. ما أحط أميع الموضوع هذا تحت كل شخص له ميول، أوكي كل شخص له ميول وكل شخص يحب فريقه، بس مو كل شخص يسيء، حتى لو كان شخص عادي، حتى لو كان مشجع، ما يدخل في الأشياء في, الـ في, الـ في, الـ في الأشياء هذه، ما يدخل في الأشياء مجرد أصلا ما يدخل في الأشياء هذه. أنت تشوف أنت تشوف إن اللي طلعت اساميهم هاليومين، لا في 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 كلمات في كلمات في كلمات عنصريه بوجود. طيب لحظه، انت تشوف انهم يستحقوا اللي قاله؟ انا بالنسبه لي انا ماني مسؤول، انا بس على رايي، انا مو بيستحقون بوجود. انا ابغى شفت المسطره، ايه شفت المسطره اللي وضعت على الغبين، ايه توضع المسطره على البقيه يعني. بس طيب هذا اللي نبغاه، بس هذا اللي نبغاه. طيب يستحق ما يستحق انا ما اقرر. لا لا ما اقول انت تقرر. ايه؟ انا احب اسمع رايك الحين. المسطرة اللي انحطت على الغبين يقالون إقالة ابدا، ويطلع بيان عنهم بعد نفس البيان اللي طلع على انت تبغى على الغبين. خليني بس اتاكد انه الكلام واضح ومباشر، احنا ما نبغى ندور حول الحمى. حلو، لا كلام الغبين مباشر. الغبين طبق عليه إقالة مع بيان. حسن، انت تشوف انه الاسمين، شو اسمه يا شباب ذكرونا، العتيبي ومين؟ والله من الاسماء في اسم القصه ترى اسمين. أيوه. كويس، تعرف كل شيء. لا والله ما بغيت تعرف كل شيء. لا بغيت ايه الاسمين اللي طالع بتويتر
انه يطبق عليهم نفس اللي طبق على الغبيان. نفس المسطره. نعم، بيان واقاله. احسنت، نفس المسطره يعني. طيب، مع احترام لاشخاصهم ولشهاداتهم ولكل شيء يمسهم على مستوى الشخص، بس احنا نتكلم على معايير وظيفه فقط بس. طيب، نرجع لموضوع الكفاءه الماليه. الانديه عندها 3 أيام توضح موقفها، هل لها مطالبات ماليه، هل لها متاخرات ماليه مستحقه، هل المعلومات اللي صدرت غير دقيقه. صح. تقدر توضح موقفها. طبعا. ايضا نبغى نعرف احنا من لجنه الكفاءه الماليه ايش تفاصيل هذه الديون عشان نعرف هي من قبل وحاليا الاداره الحاليه. رقم 2، نبغى نعرف وش العقوبه على اللي يجدول وما يلتزم. سحب رخصه اذا سجلت وخلصت وسويت لابي، لا تسحب الرخصه، انا برسلها لك، انا احطها لك كذا والف عليها شريطه كذا واحط معها بوكيه ورد واقول خذ هذه رخصتك ما بيها، لا سجلت وخلص. عطنا العقوبه على اللي ما التزم، هل تلغى التواقيع، هل تمنع فتره تسجيل ثانيه، نبغى نعرف. اما تجي تقول لي والله اسحب الرخصه، شبي بالرخصه انا لا خلص منها. سنبحث عن الإجابة. إيه، لازم تكون، لازم يكون في توضيح، لأنه هذا مش واضح بالنسبة لي، يمكن هم وضحوه وأنا ما أدري وأنا أجهل الموضوع. بنشوف في الفاصل لو في معلومة في هالاتجاه. فاصل قصير بعدها. الفرنسي بيتر هانسل يعزز صدارته لرالي داكار بنهاية المرحلة الخامسة. النصر والاتحاد والوحدة والاتفاق والباطن يفشلون في الحصول على شهادة الكفاءة المالية. أبها ينتصر والفيصلي يتراجع، والتعادل السلبي يسيطر على مواجهة الشرائع. 3 مواجهات غدا تستكمل بها مباريات الجولة 12. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكة العربية السعودية، ماجد توجع بن السويد مناف بوشقير، ضيوف حلقة الليلة. نشوف تقرير مباراة أبها والفيصل. على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، استضاف فريق أبها نظيره الفيصلي ضمن مباريات الجولة 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. في الدقائق الأولى، الفيصلي وعن طريق الفرنسي رومان يتجاوز خطوط الدفاع ليواجه عبد العالي الذي أبعدها بصعوبة. وأبها يرد عن طريق صالح العمري، ولكن ملائكة كان لها بالمرصاد. رونن يخطف الكرة ليمررها لجوليو تافاريس الذي لعبها بيسرى خادعة أبعدتها العارضة. الخطير الأبهاوي كارلوس تراندبيرغ يتلقى تمريرة من صالح العمري ومن داخل منطقة الجزاء يسددها، ولكن ملائكة يبعدها. وفي الشوط الثاني وسط الأمطار الغزيرة، غودوين في إحدى هواياته المعهودة التسديد، ولكنها فوق العارضة. بعدها بدقيقة سعد بقير في تمريرة رائعة لصالح العمري، ولكن بالخبرة تصدى لها ملائكة. من ركلة الركنية للفيصلي، رأسية رافائيل سيلفا كادت لولا الإبعاد من نجم المباراة صالح العمري.
أبها أخطر من كرة ثابتة نفذها سعد بقير ورأسية الكابتن كريم عواضي، وهدف التقدم لأبها والانتصار. رأسية ليطلق الحكم الحربي صافرة اللقاء بانتصار أبها بهدف دون مقابل، ليرتفع رصيده إلى النقطة 17 بينما الفيصلي على رصيده السابق ب13 نقطة. وسيحل أبها ضيفا على الاتحاد في مباراته القادمة بينما الفيصلي سيستضيف القادسية على أرضه. مبروك أبها، هارد لك للفيصلي. أحد شاف مصطفى ملائكة اليوم؟ هذا الحارس يعني المبدع، والله العظيم المبدع، المبدع العين عليه مش مركزة، يعني مع أنه في كل مباراة دائما يكون له تأثير مهم. ماجد، أبها والفيصلي. ربي أكرم كريم، لأنه سبحان الله هو دخل الفترة الحرة وعقده على وشك ينتهي، وقال لك يعني أنا حسيت وهو يتحدث للناقل الرسمي بأنه يتحدث يعني يقول يا ربي أكرمني أنه أنا خلاص أجدد أو ما أجدد، وفي التوقيت هذا ومع دخول اقتراب فترة الانتقالات الشتوية أني أسجل وأساهم بفوز فريقي في هذا الانتصار المهم. شوفوا بوجود أبها عنده مدرب عبقري. صحيح، عبقري. شوف يلعب بأسلوب الصبر، الصبر ثم الصبر ثم الصبر حقيقة. وشلون؟ ما يستعجل الهدف، أهم شيء أشتغل وراء وأمن مرماي. يذكرني تماما بمدرب أيضا عبقري آخر اسمه كوزمن. الهلال ترى في تاريخه كله لم يلعب بالأسلوب أو النهج الدفاعي في تاريخه كله ترى إلا مع اثنين، أبو راس اللي كان يعتمد على عبد الله البرقان الله يذكره بالخير محور، وكان وقت ناس يقولون عبد الله يعني ما هو لاعب بحجم الهلال، وكان يحطه وبعدين يحط العشرة الباقين، ترى هذه قناعة أبو راس ذيك الأيام، وما كان سبحان الله عبد الله محبوب من الجمهور الهلالي. وأيضا كوزمن، هم الوحيدين اللي في تاريخ الهلال هذا التاريخ الطويل البطولات والإنجازات هم اللي لعبوا بأسلوب دفاعي. المدرب أبها يعمل بهذا الأسلوب صراحة. الفيصلي يعني سبحان الله يعني وضعهم صعب للمرة الرابعة على التوالي يخسر، يمكن من سنين طويلة الفيصلي ووجوده في دائرة المنتصف داخل دوري محمد بن سلمان وهو عيش دائما في وضع مطمن، يمكن ما قد خسر 4 جولات وراء بعض، فيه لغز محير لابد أن يتم التفتيش عنه. للأمانة، للأمانة اليوم أنت وأنت تثني على مصطفى ملائكة، للأمانة اليوم الفيصلي قدم بالذات في الشوط الأول مباراة متميزة جدا من الناحية الفنية، ما كان ينقصهم إلا عملية التسجيل. أنا حقيقة أعجبني، هو لاعب مواليد أحمد أشرف أو أشرف أحمد صح؟ أحمد. أعجبني يا أبو نايف في ردة فعله برضو مع الناقل الرسمي، كأنك تشوف لاعب محترف عقلية غير عادية، وقال حتى قال لك لما أنا استبدلني المدرب يعني ردة فعلي البسيطة أنه أنا زعلان من نفسي أكثر مما أني زعلان من وضعية المدرب ولا تغيير المدرب. يعني يتكلم بأسلوب اللاعب الممتع المقنع، وأنا أتوقع هذا اللاعب بهذه العقلية حتى لو إمكانياته مو 100% يطول شوي في الملاعب. قول أبو نايف المباراة. طبعا المباراة هذه استكمال العقلية، عقلية الشابي وجود. أنت لو تشوف في فترات ضغط المباراة في الإحصائيات تلاقي فعلا مدرب أبها آخر الشوط الأول بدأ يضغط، أول الشوط الثاني وآخر الشوط الثاني فقط، وزع حتى وزع الجهد البدني عنده. هو عارف أن الفيصلي جاي من 3 خسائر وجاي مندفع له، لذلك بيستغل. احنا تكلمنا تذكر الموسم الماضي لما نقول أبها
تركيزه يكون عالي جدا امام الفرق القريب من عنده، ياخذ منها ثلاث نقاط عادي، ما يفكر في الشو، ما يفكر في مباراه، ما يفكر فيها ابد كثير. لذلك لو تاخذ مع ابها اخذ اربعه، مع الفيصلي اخذ واحد، الان تعرف بيلعب المباراتين الجايه مع الاتحاد والاهلي، يعني هو الحين خد ست نقاط، المباراه الجايه بيلعب فيها على التعادل، ولا يخطف هدف ولا زي، يعني مو مضمونه عنده. تجي للفيصلي تلاقي الفيصلي عندي ايجابيه واحده فقط انا اللي انتبهت، المباراه الاخيره الثلاثه اللي هو امام الفتح وامام الاتفاق وامام النصر، الاهداف تسجل فيه في الشوط الاول، امام الاتفاق ثلاثه وهدف في اخر الشوط، امام الفتح ثلاثه هدف كله في الشوط الاول، وامام النصر هدفين في الشوط الاول. المباراه هذه يمكن هي الوحيده اللي لم يسجل فيه في الشوط الاول. اللي صار هي ان الدقيقه 76 مدرب الفيصلي طمع في المباراه، غير ظهير يسار، الظهير اليمين غيره ونزل محور. دقيقه 85 في نفس مكان الظهير اليمين المفروض يغطي فيها في الفاول او الخطا، جاء الهدف في اخر عرضه. تستغرب برضو انت كيف توزيع اللاعبين، يعني انا معروف اللاعبين او المدرب قبل لا يبدا اي مباراه يعطي ارقام، يقول انت يا مثلا روسي او رفائيل مع رقم 5 مع رقم 6، واحد زي كريم معواضي بهالطول الفارع ما يمسكه لا روسي ولا رفائيل، يعني ابدا ابدا، او تفاريس للمهاجم، وفي اخر انت في دقيقه 85 هذه انت تشوف هل المدرب ما اخبرهم ولا في غلطه فرديه. وانا اثني على كلام ماجد، وانا اقصد الاسلوب اللي فيه النضج التكتيكي للاعبي نادي ابها، انهم ما اندفعوا، واضح ان الشابي مسيطر عليهم بتكتيكه، مي بالقضيه قضيه انك تندفع، لا انا اعطيك مثل الفترات اللي تتقدم فيها واعطيك الفترات اللي تتحمل. اضافه الى ذلك في لاعب اسمه عبد العالي المحمدي حارس نادي ابها، اذا تجاوزت الخطوط الدفاعيه ترى فيه اكثر حارس صدات، اذا احنا اشدنا بملائكه ترى في الجهه الثانيه ساعد فعلا عبد العالي المحمدي في صد كور كثيرة. انت ذكرت يوم تكلمت على قهوره في الشوط الاول في مباراه الشباب، ترى نفس السيناريو حصل في حارس مع عبد العالي، تحمل الضغط مع اللاعبين في مباراه الفيصل الشوط الاول، الشوط الثاني تسجل هدف وراح. على العموم الف مبروك لنادي ابها، نادي الفيصلي انا متوقع انه راح يرجع، بس لا يستعجل في رجعته، هو عنده الامكانيات، والان بدا المدرب يعالج اقل شيء انه هدف واحد فيه في المباراة اللي راحت، تقريبا جت 9 اهداف فيه، الان بدا يسجل هدف، يفترض انه اقل شيء يحد من الخسائر، يعني التعادل بعدين ترجع مره ثانيه. اكرر تبريكات لابها وهارد لك للفيصلي. مناف، أول شيء نبارك لفريق أبها حقيقة الفوز، فريق حقيقة قدم لنا مباراة جميلة حتى من المباراة الماضية، علامة استفهام كبيرة بالنسبة لفريق الفيصلي، يعني 4 خسائر متتالية، تتكلم 9 أهداف في 4 مباريات، علامة استفهام خاصة على خط الدفاع اللي حقيقة شدنا فيه كثير، خاصة باللاعب روسي صاحب الخبرة، تكلمت على جيليرمي اللاعب المميز في خط الوسط اللي حقيقة غائب إلى الآن في معظم المباريات الأخيرة، تتكلم حتى محمد قاسم اللي حقيقة بيقدم نفسه بصورة جيدة إلى الآن ما ظهر في المباريات الأخيرة، تفاريس المهاجم اللي الفريق يعول عليه ما قدم، بشكل عام الفريق لو تجي مجملا أعتقد الفريق ما بيقدم مستوى جيد ولا بيقدم مستوى جميل، بيحضر في بعض اللحظات، لكن مجملا أعتقد الفريق إلى الآن ما ظهر فريق الفيصل اللي نشوفه حقيقة، ودائما ما بيقدم لنا كرة جميلة. تكلم أبو نايف بالنسبة للمحمدي، أنا بالنسبة للمحمدي وملائكة اليوم يعتبروا هم نجوم المباراة، خاصة ملائكة، رغم أن أنا بالنسبة للهدف اللي سجله فريق الأبهاوي علامة استفهام كبير بالنسبة للملائكة، لأن الكرة على خط الستة كان في إمكانية أن مصطفى ملائكة يطلع ويأخذها، لكن دائما تعرف الحارس أو المدافع أقل خطة دائما بيحملوه المسؤولية. مباراة جيدة حقيقة كانت من فريق أبهاوي، مدرب يعرف يقرأ المباراة بصورة جميلة، العواضي حقيقة والشراحيلي في خط المحاور عجبوني اليوم على أعلى مستوى كانوا، تتكلم صالح العمري صالح الجمعان في أكثر من مباراة حقيقة المتميز، حتى في بعض المباريات تشوف بروزه أكثر من سعد بقير، فريق يتميز، فريق عنده نهج هجومي في لحظات معينة، يعرف كيف يقرأ المباريات ومتى يهاجمه ومتى يدافعه، يستحق حقيقة فريق أبها الانتصار، فريق عنده لاعبين مميزين، حتى المدافع المغربي إمكانياته جدا مميزة، وكان اليوم حقيقة على أعلى مستوى. نبارك لفريق الأبهاوي، وأتمنى حقيقة عودة كبيرة لفريق الفيصلي اللي دائما ما يبرز لنا نجوم كثيرين. باص قصير بعده العودة.
بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية ماجد توجه عبد السويد ومناف بوشقير ضيوف حلقة الليلة. نشوف أخبار شوت. فشلت 5 أندية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الحصول على شهادة الكفاءة المالية بسبب عدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة. وبحسب بيان لجنة الكفاءة المالية، لم تنجح أندية النصر والاتحاد والوحدة والاتفاق والباطن في الحصول على الشهادة. ونشرت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على تويتر بياناً أوضحت فيه أن القرارات جاءت بعد دراسة كافة المستندات المقدمة من الأندية والخاصة بالالتزامات المالية مستحقة السداد حتى 30 من أكتوبر 2020 ضمن نشاط كرة القدم، والواجب تقديم مستندات الوفاء بها حتى 31 من ديسمبر الماضي. تصدر متسابقا فئات السيارات من دولة جنوب أفريقيا ترتيب المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية 2021، والتي بدأت من الرياض وانتهت في القيصومة، وذلك بعد أن حقق للمرة الأولى ديفيليرز المركز الأول في هذه النسخة، بينما حل مواطنه برايان ثانيا، فيما لا يزال الفرنسي ستيفان بيتر هانسل يتصدر قائمة الترتيب العام لفئة السيارات. وفي فئة الدراجات النارية اعتلى الأرجنتيني كيفن بنافيديس صدارة الترتيب العام، فيما يعتلي الأرجنتيني نيكولاس كافيلياسو فئة الدراجات الرباعية. يغيب سلمان الفرج قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم عن مواجهة فريقه أمام الباطن غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إثر تعرضه لإنفلونزا منعته من المشاركة في تدريبات الفريق مساء الخميس، كما استبعد الروماني لوشيسكو المهاجم السوري عمر خربين بقرار فني. استعاد البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم المقال ذكرياته مع أصفر العاصمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، كتب فيه: كنت هنا قبل عامين وقعت حينها للنصر، عشنا أياما جميلة وحققنا معا بطولتين، الآن ما زلت في الرياض منتظرا بعض القرارات. ذكرت مصادر مطلعة أن إدارة نادي الرائد دخلت في مفاوضات مع الرأس الأخضر هيلدر راموس لاعب وسط شباب أهلي دبي الإماراتي الذي سبق له تمثيل نادي التعاون في الموسمين الماضيين. وأشارت المصادر إلى أن إدارة النادي القصيمي تنتظر تقرير البلجيكي بسنك هاسي عن أجانب الفريق الحاليين تزامنا مع اقتراب انطلاق الفترة الشتوية. ينتظر أن تخاطب إدارة نادي النصر بشكل رسمي ثنائي الفريق الأول عبد الإله العمري الذي يدخل الفترة الحرة في 24 من يناير الجاري، ولاعب خط الوسط سامي النجعي الذي سيصبح لاعبا حرا في الأول من فبراير المقبل. وستسعى إدارة النادي الأصفر لحسم أمر تجديد عقدي الثنائي، خصوصا بعد المستويات التي قدمها مع الفريق مؤخرا. أنهت إدارة الاستثمار في نادي الاتحاد توقيع أول عقد رعاية استراتيجي للفريق الأول لكرة القدم مع شركة كن العالمية وفقا لمصادر خاصة. وأشارت ذات المصادر أن شعار الشركة الجديد سيكون ظهوره الأول في مواجهة الفريق الدورية أمام ضمك ضمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة الفترة من 16 من يونيو إلى 16 من يوليو موعداً لنهائيات كأس آسيا 2023، والتي سوف تقام في 10 مدن صينية، وتشهد النسخة 18 من البطولة مشاركة 24 منتخباً، وسوف تكون النسخة المقبلة الأطول على الإطلاق حيث تمتد على مدار 31 يوماً. فاصل قصير.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا في المملكه العربيه السعوديه ماجد وجدي عبد السويد مناف مشكير هم ضيوف الحلقه. يبقى السؤال الذهبي او سؤال المليون في موضوع الكفاءه الماليه، وش اسوي بسحبك للرخصه بعد ما اسجل اللعيبه اللي ابيهم؟ انا اذا سجلت اللعيبه اللي ابيهم بعد ما اخذ الرخصه لا تسحبها، انا برسلها لك، خذها ما عاد ابيها من هنا للفتره الجايه يحلها ربك. تجي تقول لي غرامه، كان خليتها غرامه على الجميع. انا طبعا ما عندي معلومات، انا بس قاعد افترض، اكيد 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 عندهم معلومات تفصيليه. تقول لي والله اسحب الرخصه، قلت لك لا تسحبها، انا برسلها لك، اكون نفذت المهمه اللي انا ابغاها، وبعد كذا شوف لك عاد وش الغرامه اللي بتعطيني. والسؤال الثاني بيجي في سؤال ثاني برضه، هل المستحقات هذه تبع الموسم هذا ولا تبع سنوات؟ اي ما يخالف، هذه 100% تبع سنوات، فيها ما يخالف ما يخالف. شوف اخطر ما في الموضوع هو هذا اللي انا قلت لكم اياه، اللي هو انا اسجل واخلص اللي ابيه بعدين اتقبل عقوباتك ايا كانت، لان العقوبات مهما وصلت انا في ظني لن تصل لمنع او الغاء التوقيع. صحيح، مش منطق انك انت حتلغي تلغي تواقيعي، فاي عقوبه اقل من الغاء التواقيع انا اشوف انها غير مؤثره، الا لو كان في تفصيل قانوني يوصلنا من الاخوان في لجنة الكفاءة المالية عشان ننور نفوسنا أولا وننور المشاهدين. ترى هذه أسئلة بس احنا نطرحها من منطلق وحس صحفي لا أكثر ولا أقل. نشوف تقديمة لمباريات الضفة. تتواصل منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء غد الجمعة بإقامة ثلاث مباريات. فعلى أرض ملعب فريق الباطن بحفر الباطن يستضيف فريق الباطن شقيقه الهلال عند الساعة 3:20 عصرا. فريق الباطن يتواجد في المرتبة 13 ب11 نقطة، فيما يتصدر الهلال سلم الترتيب ب24 نقطة. وكان الباطن قد خسر في الجولة الماضية على أرضه من الاتحاد بهدفين لهدف، بينما تعادل الهلال مع الشباب بهدف لمثله. وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن دوي الرياضية بالخبا يلتقي فريقا القادسية والأهلي عند الساعة 5:40 مساء. فريق القادسية يحتل المقعد العاشر 14 نقطة، أما الأهلي فيتواجد في مركز الوصافة 22 نقطة. آخر مباراة للقادسية كانت أمام الرائد في بريدة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلها، فيما خسر الأهلي من التعاون في مكة 3 نظيفة. وعلى أرض استاد مرسول بارك بالرياض يستضيف فريق النصر شقيقه العين عند الساعة 7:55 مساء. فريق النصر في المركز 14 ب11 نقطة، بينما يأتي العين في المرتبة 15 ب10 نقاط. وكان النصر قد تغلب في مباراته الماضية على الفيصلي في المجمع 3-2، أما العين فخسر على أرضه من أبها 4-2. أبو نايف، الباطن والهلال. طبعاً الباطن قادم من 3 من النصر والشباب والاتحاد. شوف عليه 7 له 3، معناه أن الدفاع عنده الآن عنده مشكلة في الدفاع. لعب مع النصر والشباب والاتحاد وبكرة الهلال. أي نعم. والله الجدول. طيب. والله الجدول. لا ويعني هذا بيخلصهم، هو بيخلص بيسدد الدين وبعدين يكمل على الباقين. بعض المرات تصير هو في ملعبه، فغالبها في ملعبه. هي العلامة. أن عليه 7 وله 3، أنا أتوقع مباراة بكرة يصير متحفظ دفاعيا كثير، لأنه أغلب زي ما إحنا شفنا علامات مثلا زي مباراة الفيصلي أخذ 3-3 وبعدين صار يلعب 3-5. الآن أتوقع الباطن بيطبق نفس الطريقة، مدرب الباطن برضه أعطى عقوبة فنية للجبلي ورايح، وأتوقع أنهم بيلعبون الضعف، لأنه في المباراة الأخيرة مع الاتحاد في الشوط الثاني في نصه أخرجهم،
لأنه ما قام بواجبات دفاعية. على العموم لازم تكرر الهلال أول نص ساعة راح يبين الهلال بيخلصها في أول نص ساعة، إذا ما خلصها في أول نص ساعة تصعب عليه، تصعب عليه وبتسهل عند الباطن. القادسية والأهلي، القادسية والأهلي، الأهلي إحنا عارفين الأهلي وش المشاكل تقريبا اللي عنده خصوصا في قلوب الدفاع. القادسية راح يلعب بالمرتدات، هل الأهلي راح يندفع ولا هنا بتصير عليه إشكالية؟ إذا اندفع الأهلي بتصير عليه إشكالية من ستالي ومن كارلوس من إسبرية إذا لعب. الأهلي يفترض أنه الساتر الدفاعي المحاور اللي عنده نوح علي الأسمري المجموعة هذا جيستا أكيد أنه بيخسر فتوحي، ولكنه يفترض أنه يركز على المحور الدفاعي حقه. النصر والعين، النصر والعين يفترض النصر يواصل بطريقته أسلوبه المتحفظ اللي هو السيطرة على مناطق وسط، ترى بدأ يلعب فيها من مباراة الرائد اللي فاز فيها من مباراة الكاس، سيطر على مناطق الوسط يكثفها يضغط في منطقة الوسط يبدأ على الارتداد العكسي اللي مارسها تقريبا أغلب الأندية تمارسها، اللعب المباشر مو بلعب الاستحواذ اللي كان النصر متميز فيه. الآن ما يسوي استحواذ، الآن فقط بس ارتدادات، يقطع الكرة ضغط وقطع كرة في وسط الملعب ثم بعدين مرتدات عكسية. أنت بتلعب مع العين فريق جميل جدا، يدور الكرة عندك يلعب يسار يمين، عنده لاعب اسمه فيليب في المحور أكثر من رائع في تنظيم اللعب، عنده خوانبي، عنده الرأس الحربة البرازيلي أعتقد أنه اسمه جيتيرسون قوي جدا. فلذلك أبها أنا أتوقع أو العين أتوقع يكون السيطرة، بس مشكلة العين الخط الخلفي عنده خصوصا اللي بجانب الأجنبي اللي هو الحربي عنده مشكلة فيها كثيرة. أنا أتوقع أن المباراة هذه يفترض النصر يلعب فيها زي ما قلنا إحنا بواقعية. العين ترى أغلب الأهداف اللي له واللي عليه نفس اللي على النصر اللي هو اللي عليه، وفي فرق بينهم تقريبا نقطة واحدة، لازم تؤخذ بجدية واللاعبين يدخلون فيها بتركيز. العين طالع من خسائر تقريبا من 4 ضد أبها من خسارة، فلذلك يبغى يعوض وبغى يطلع. طيب مناف الباطن والهلال، شوف أبو جود حقيقة الباطن في بعض المباريات يكون مميز فيها لأنه يكون بعض اللاعبين المميزين زي الجبلي يكون حاضر في المباراة، لكن المباريات الأخيرة زي ما قال أبو نايف وكان في نوعا ما ملاحظات من المدرب على اللاعب ما كانوا حاضرين. مباراة الاتحاد خاصة أنا بتكلم، حقيقة الاتحاد كان له أفضلية كبيرة داخل المباراة فغاب تماما فريق الباطن، عنده كذا لاعب مميزين لكن أعتقد إذا بتتكلم لاعب الخبرة مثلا شافيز كمدافع ما شفناه في المباريات الماضية، 3 خسائر أعتقد 3 خسائر تعتبر كثيرة بالنسبة لفريق الباطن خاصة أنه في بعض المباريات يحضروا. أبجي بالجانب الهلالي، جانب الهلالي تكلمنا قبل كده إذا كانوا اللاعبين في يومهم حتى في بعض المباريات اللي خسر فيها الهلال سواء في الكاس أو في الدوري أمام الوحدة الهلال كان له أفضلية، صح خسر في المباراة لكن في الحضور والوصول للمرمى كان له أفضلية كبيرة. أتوقع فريق الهلال بكرة خاصة بعد خسارة الأهلي في المباراة الماضية وكان فريق الهلال تحت ضغط كبير أنه يفقد الخسارة، ما راح يكون في تهاون كبير من الفريق الهلالي خاصة أنه العناصر زي مثلا جيوفنكو عاد شفناه من المباراة الماضية، ممكن يكون غياب سلمان مؤثر لكن أعتقد في البديل الجاهز في الفريق الهلالي، حيكون من بداية المباراة الفريق الهلالي يحاول أنه يستحوذ ويسجل من بداية المباراة. القادة النصر والعين، طبعا النصر انت لو تشوف المباراه الاخيره كانت امام الفيصل يا حقيقه مباراه مميزه، رغم للمعلوميه اللي يحضر ويشوف مباراه النصر وتشكيله النصر من بدايه المباراه ما كان فيها راس حربه ما كان فيه، كان يلعبوا على راس حربه او مهاجم وهمي خاصه في غياب حمد الله، لكن كان الغنام خالد او حتى الظهير اليمين الغنام كانوا حقيقه على اعلى مستوى. رائد الغامدي انا سعدت حقيقه انه نزل في الشوط الثاني وسجل لأنه لاعب حقيقة عنده إمكانيات كبيرة. أعتقد فريق النصراوي إذا كان حاضر بعض اللاعبين المميزين حيكونوا في يومهم ويقدموا مستوى كبير، لأنه حقيقة الفريق النصراوي عنده كوكبة من اللاعبين المتميزين، حتى لو غابوا بعض اللاعبين اللي حقيقة كان يتأمل فيهم يكون لهم حضور قوي من بداية الموسم وما ظهروا يكون في دائما البديل الجاهز زي ما شفنا حقيقة الحسن في المباراة الماضية اللي أنا أعتقد أنه الفريق النصراوي كسب صفقة جدا مميزة. أما بالنسبة حقيقة الفريق العين، فريق العين أتكلم فيها أبو نايف أنه عنده مشكلة في خط الدفاع، رغم أنه عنده
باستوس اللي هو اللاعب المميز في خط الدفاع، عنده اخوان في خط الوسط اللاعب المميز مونتاري المهاجم، سار بعد ما حس انه في مشاكل في خط الدفاع لعب في المباراه الماضيه بطريقه 3-5-2، لكن حقيقه خسر في المباراه رغم انه كان له حضور من بدايه الموسم الى الان، لكن بعض النتائج ما خدمت المستوى اللي ظهر فيه في بعض المباريات. قادسيه والاهلي، خلينا نتكلم على القدسية. أنا بالنسبة للقدسية عنده 3 لاعبين في خط المقدمة يعتبروا كالعنصر المهاجم، سواء سبريلا أو تتكلم ستانلي النيجيري المهاجم أو حسن العمري المميز من بداية الموسم. فريق القدسية يقدم كرة جميلة، المباراة اللي حضر فيها مثلا زي مباراة الاتفاق قدم كرة برضو جميلة وخسر فيها، تعادل مباراة الرائد الأخيرة مع الرائد 2-2. لكن باجي من ناحيه الفريق الاهلاوي اللي عليه حقيقه علامه استفهام جدا كبيره، الحضور اللي حضر فيه مباراه التعاون، هل التجهيز للاعبين اللي كان قبل مباراه التعاون بعد تعادل الهلال مع الشباب خلى اللاعبين تحت ضغط كبير ودخلوا المباراه انه احنا يا اذا فزنا خلاص اخذنا الصداره وممكن ناخذ الدوري؟ هذه مشكله كبيره اذا كانت تهيئه للاعبين بنفس المنطق ذا. انا بالنسبه لي الفريق الاهلاوي مباراه التعاون يمكن أسوأ مباراة شفتها للفريق الأهلاوي هذا الموسم. فريق التعاون حقيقة قدم مباراة جدا كبيرة، اللاعبين بشكل كبير التكتيك العالي اللي كانوا فيه خلى الأهلي تحت حقيقة مستوى جدا يعني غير لائق. خسارة فتوحي من بداية المباراة أثرت على الفريق الأهلاوي، أتوقع بكرة الفريق الأهلاوي إذا خسر المباراة هذه راح تكون في مشاكل كثير وراح تطلع مشاكل كثير بالنسبة للفريق الأهلاوي، وما اتوقع حتى في الجولات القادمه انه يكون الثاني او الثالث اذا خسروا مباراه بكره، لانه حقيقه فريق القدساوي عنده امكانيات جدا كبيره خاصه طيب. في خط الهجوم. ماجد، الثلاث مباريات الباطن والهلال. طيب شوف، الهلال يتعرض الى يعني ضربه موجعه له والرازفان تحديدا بغياب سلمان الفرج نتيجه اصابته بانفلونزا حاده، اضطر الى استبعاده قبل ساعات من الذهاب الى حفر الباطن. لأنه لما تتكلم عن سلمان بوجود تتكلم عن لاعب مفيد للهلال حتى وهو ما مع الكرة، مفيد للهلال في عملية القيادة، مفيد للهلال على كافة المستويات. ظروف متشابهة بين الفريقين من حيث الضغط النفسي، الباطن يخسر 3 مرات، الهلال ضغط نفسي على أساس اقتراب المنافسين منه بعد ما كان بعد ما كنا إلى ما قبل موقعة الوحدة الشهيرة نقول أنه خلاص الدوري هلالي بنسبة عالية وكبيرة جدا. أدخل على القادسية والأهلي، الأهلي لغز محير جدا في كرة القدم، مرة تشوفه يستطيع أن يحقق المستوى والنتيجة ومرة تشوفه فاقد المستوى وفاقد النتيجة. القادسية ليس ببعيد عن التعاون من حيث الأداء ومن حيث التنظيم ومن حيث القدرة على أنه يحط نقاط المباراة في جيبه، خاصة وأنه المباراة على أرضه. تتكلم عن مباراة العين والنصر، النصر يعني فاز فوز معنوي ونتائجي، لأنه النصر يحتاج إلى أن يبتعد عن شبح الهبوط، ومش هذا موقع النصر ولا شكل النصر ولا النصر بالقائمة الحالية بوجود كوكب كبيرة من النجوم. العين هو الآخر ممتع في كل مبارياته، في كل مبارياته من الناحية الفنية، لكنه وسط الإمتاع يخسر، وزي ما قال أبو منصور مشكلته الأساسية في خط الظهر، والدليل أنه يصل ويسجل ويمتع ويطرب لكنه يخسر. طيب نروح الفاصل بعدها.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة، وصلنا للختام. ماجد شكرا جزيلا لك. شكرا لوجودك مناف. شكرا جزيلا لك. موعدنا غدا 11:30 في أمان الله.